يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. في سياق مغاير، عبر العديد من سكان ولاية جلال بولاية بسكرة عن تفاؤلهم الكبير بعد قرار ترقية مدينتهم كولاية منتدبة. القرار سيساهم في تقريب الإدارة من المواطن من أجل القضاء على العديد من المشاكل المطروحة، يقول علي رحاب. بلدية أولاد جلال ثاني أكبر بلدية بعد عاصمة الولاية بسكرة التي تبعد عنها بمئة كيلومتر، بعد أن كان حلم سكانها ترقية مدينتهم لولاية أصبح ذلك حقيقة، وهو ما سيساهم في حل عديد المشاكل خاصة منها المتعلقة بالتهيئة الحضرية والسكن، فضلا عن تقريب الإدارة من المواطن. يعني فرحت بزاف كي سمعت هذه باللي ولاد جلال راح تعود لنا ولاية إن شاء الله، وعندنا مشاكل كبيرة ياسر ورانا نعانوا، باش نروحوا للوالي ونوصلوا ليه ويسمعنا على الأقل إن شاء الله يعود عندنا والي قريب لينا. إن شاء الله ترقية مدينة دائرة ولاد جلال إلى ولاية إن شاء الله هذه فيها الخير، إن شاء الله هذه فيها الخير، وإن شاء الله تزيد تعمل المشاريع الكبيرة في ولاية جلال وتزيد تنهض فيها المشاريع الكبيرة، تزيد تقوي البلاد ونحو أزمة العطش هذه اللي عندنا هنا في المنطقة. كما تتفق السلطات المحلية مع المواطنين في ذات الطرح. أولا تقريب الإدارة من المواطنين للتكفل الأمثل والأسرع بالانشغالات المطروحة في كل المجالات. ثانيا يفتح أفاق للاستفادة من مشاريع في مجالات السكن وفي مجالات التشغيل، كذلك سيعطي تسريع لمعالجة المشاكل المطروحة على المستوى المحلي. هذا ورغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية لترقية معيشة مواطني الدائرة، غير أنها لم ترقى لتحسين الإطار المعيشي للسكان الذين يفوق عددهم 70,000 نسمة. ومعلوم أن دائرة ولاية جلال تتميز باتساع المناطق الفلاحية والرعوية. أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.